لابد أن كل منا تعرض لموقف حيث ألقى دعابة وتحولت لأمر جدي وتضخم الموضوع وأخذ أكبر من حجمه. من ثم بعد فترة مر الأمر مرور الكرام، ولكن إن كنت مشهوراً وأثرى أثرياء العالم لن يمر الأمر بسهولة. أثرى أثرياء العالم هو إيلون ماسك، أما دعابته التي أصبحت ترند أول عالمياً فهو تحديه لغريمه مارك زوكربيرغ، وهو لم يتحداه في مجال الأعمال أو التكنولوجيا أو حتى الثراء، بل إلى قتال علني. بدأ هذا الأمر بتغريدة نشرها ماسك على تويتر ينتقد فيها زوكربيرغ، فقام أحد المستخدمين بالتعليق عليها بتحذير إيلون ماسك ممازحاً لأن زوكربيرغ يتقن الجوجيتسو، فرد ماسك بأنه مستعد لخوض القتال. لينشر مارك التغريدة مرة أخرى عبر إنستغرام ويقول فيها لماسك: أرسل لي أين الموقع؟ ويرد ماسك بعدها بأن الموقع سيكون في أوكتاغون لاس فيغاس، حلبة في هيئة قفص مغلق تعتبر أحد أشهر حلبات القتال الحر المعروف باليو اف تي. توالت بعدها مشاهدين تغريدات ماسك وزوكربيرغ عن مهارتهما القتالية. ماسك سخر من حجم غريمه قائلا بأنه سيستلقي فوقه فقط من دون أن يفعل أي شيء، بينما زوكربيرغ تباهى بفوزه ببطولات الجوجيتسو. ولكن اللافت في هذا الأمر لم ينتهي بالمزاح، فعلق متحدث باسم ميتا على القصة قائلا بأن رئيسه التنفيذي مستعد، فيما قالت آخر تغريدة لإيلون ماسك أن لو غريمه جاد فهو مستعد. مع أن الأمر هو مجرد دعابة ومستبعد أن يحدث، إلا أن محركات البحث ازدحمت بأسماء الغريمين وتساؤلات عن قدرات كل منهما. وازداد الأمر انتشاراً عندما صرح رئيس بطولة اليو اف سي دانا وايت بأنه تحدث مع الاثنين وأنهما جادان بالفعل. انتشرت بعضها السجالات بين المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول من سيفوز بهذه المبارزة. سنقرأ لكم بعض توقعاتهم. مسعود كتب هنا وقال: أتوقع إيلون ماسك سهل يسحق زوكربيرغ، أطول منه وأثقل منه، والمشكلة أنه الأخير قصير ونحيف، ولكن أيضاً يجيد المراوغات وماسك ثقيل في الحركة. فايز كتب في هذه التغريدة: في اليو اف سي أهم شيء هي الأوزان، لأنه قتال حر وما في قواعد أو شروط، يعني لو ماسك ضرب زوكربيرغ مرتين وخبطته في القفص بخلص عليه. مروان كتب في تغريدة أخرى: المبارزة محسومة لفوز مارك، أصغر ب 12 سنة ومتدرب على القتال وحركته خفيفة، على عكس إيلون الشايب يلي ما عنده قوة جسدية وكرشه ممتد أمامه. طيب ليلى كتبت: خبر قتالهم فجأة واللي بدون سبب وجالسين يسوقوا له إعلاميا بشكل كبير مش غريب، ماني من حق النظريات، ولكن فجأة وبدون مقدمات كأنهم يبوا يشغلوا الناس عن شيء ثاني.